مرحبا. السلام عليكم. طبعا اليوم مثل ما وعدتكم جابكم هذا الفيديو شلون جدد الإقامة مو سبب من جديد، شوي اختلافي عن الجديد، شوي اختلاف يعني شوي الإجراءات أقل يعني. خلينا نبدأ بالموضوع دايركت بدون مقدمات. اللي ما مشترك بالقناة يشترك ويشغل الجرس همي، واللي مشترك بالقناة خلي يشغل الجرس، واللي مشغل الجرس خلي يعلق. طبعا خلونا نبدأ بالأوراق المطلوبة. أول شيء طبعا كالعادة إنه جواز سفر صالح، لازم جواز سفر صالح الأكثر أقل شيء سنتين، يعني ممكن يعطوك الإقامة على فترة أطول يعني. عرفت شلون؟ مو تجيبه 9 اشهر ينطوك الاقامه، 5 اشهر تقول ها انطوني الاقامه 5 اشهر عن جواز بي اكثر، لا هم ينطوك قبل 3 اشهر من نهايه جوازك يعني. ثاني شغله الاوراق هاي طبعا بسيطه بدي اذكركم اياها. ثاني شغله 4 صور شخصيه تودي. ثالث شغله تروح على البيتا اللي هي مركز البريد مثل دي اتش ال، اذا كنت دولتكم فاكو هنا البيتا، واعتقد هم موجود بدولتكم لان هو انترناشونال. بكل حال تروح على بيتا تجيب اكو شيء اسمه اي دبلت شفرسيل، احفظوها اي بعدين شارحه دبلت يعني دولت شفرسيل، تروح تاخذه منهم. هذا تنطيهم 5 ليرات اعتقد ينطوك اياه. هذا راح يفيدك يطلعون منه كتاب انه عدم محكوميه، بدل ما تروح تجيبه من العراق او من اي دوله انت كنت بها، عدم محكوميه انه تثبت انه انت ما عندك اي مصايب قبل يعني. طلعوا من خلال البيتا تفوت على موقع اسمه اي دبلت، تدخل اسمك او رقم الاقامه مالتك وتدخل هاي الشفره. راح يطلب منك تغيير الشفره لانه هاي ستاندرد، راح تغير الشفره وراها وديها لابو الاقامه. ابو الاقامه هو راح يعرف شلون يطلع لك الملف مال عدم محكوميه من اي دبلت. انت صعب عليك لان النظام كله تركي. ثالث شغله تجيب عقد ايجار، وعقد ايجار حتى لو انت ماجر تجيب طابو اكتف. طابو اكتف اللي حكيت لكم عنه بالفيديو السابق، الطابو اكتف طبعا تروح على صاحب الشقه اذا انت مو صاحب الشقه يعني بحاله ايجار، تاخذ ياك عقد ايجار تروح على صاحب الشقه تقول لهم الامنيات يريدون مني طابو اكتف. تقدر تسوي لي واحد بكل احترام يعني حباب دين اذا عندك عند شو اسمه شغله قول لي يا سيدي. اوكي تروح تقول له اريد طابو اكتف، راح يسوي لك اياها شغله 10 دقائق قبل دائره مال الطابو يعني مو كلش فرد شغله صعبه يعني. ورا ما جبت الجواز والصور والطابو اكتف وعقد الايجار مالتك، ايش تاخذ بعد وياك؟ ها السيجارتا اللي هي التامين الصحي، هذا تروح تطلع حسب العمر. هم حكيت لك معنا بالفيديو السابق، اذا ما شاف الفيديو السابق راح اشوفه، بس هم راح اذكر لكم اياها لان انا حباب. السيجارتا تروح على اي شركه كانت مال السيجارتا، اختار ارخص واحده لان هي بكل الحالات ما راح تفوتك شيء ببلاش، يعني ما راح تتعالج تاخذ دواء ببلاش او تروح على المستشفى ببلاش تسوي لك عمليه ببلاش، كل كذب بس يجعل متمشي اقامتك. حلو؟ فهاي تجديد الاقامه السياحيه حصرا هاي. اوكي بالنسبه لاقامه الطالب نفس الشيء نفس الشغلات، بس تاخذ اياها اورنج بالقسي او انه ورقه تجيبها من الجامعه مالتك اسمها اورنج بالقسي احفظوا اورنج بالقسي. اوكي هاي تروحون تجيبوها من الجامعه مالتكم، بس قولوا لهم اورنج بالقسي او هي ورقه تفيد انه انت طالب بهاي الجامعه بهاي السنه وبعد لك هلقى السنوات تخلص وهلقى السنوات ساكن داوم. هم اكيد بالجامعه راح يعرفوا، بس قول لهم اقامه شو يسموها اورنج بالقسي اقامتك تمام. هاي هنا لحد الان مال الطلاب ومال السياحيه، مال العمل نفس الشيء، هم نفس الاجراءات الاوليه، الجواز مستنسخ وصالح المده اقل شيء سنتين، 4 صور شخصيه، الطابو، عقد الايجار وعقد شركه، العقد الشركه مالتك اللي انت متفق وياه بالشركه انه تشتغل هالقد، اوكي؟ طبعا هذا شوي صعب يعني اجراءاته صعب، بس اذا عندك شركه فالمدير مالتك اكيد يعرف شلون هو راح يسوي لك اياه، يعني المفروض لانه هو شغل المدير مو شغلك. بصراحه بس انت تروح توديه للامنيات تجيب لنا اياه شغلات بسيطه. طبعا تاخذون هاي الاوراق مالتكم، اكو عندك خيارين، انا اعطيك شوف الخيار الانسب مالتك اكو خيارين، تودي على ابو المكتبي راح يقول لك تريده بتته لو مقابله. لا انت قل له مقابله، ليش؟ قل له مقابله، بالمقابله اذا عندك اوراق ناقصه راح يقول لك مثلا روح جيبها وتعال، اوكي هاي سهله، بس اذا دزيتها بالبتتة او بالبريد يعني وطلع بها اوراق ناقصه لازم راح يرجعوا لك اياها ورا شهر او اسبوعين او ثلاثه او اكثر حسب هم يشوف البروجرس ايش قد ياخذ. اوكي راح يرجعوا لك اياها يقول لك كمل اوراقك ودز النوب، انت على ما تكمل الاوراق ودز لك اياها النوب احتمال انه اقامتك راح تكون خلصانه، فبهالفتره لازم تروح تطلع من تركيا وترجع، فالمقابله هواي احسن. اوكي اذا عمرك اقل من 18 فلازم ورقه من الاهل، عندك وكاله يعني يسوي لك اياها من بلدك الاصل، عندك وكاله انه بالسفر مخوليك للسفر وللسكن وتقديم الاقامه، واذا متزوج او متزوجه فمخوليك انه شو يسموه انه سامحين لك انه تتزوج هميني. اوكي يسوي لك اياها من مثلا ناخذ مثال العراق لانه انا عراقي يعني. المهم اذا سووا لك اياها من العراق فلازم تكون مصدقه من الجنسيه وتكون مصدقه من الخارجيه ومترجمه ومختومه، بعدين يدزوا لك اياها بالبريد الاصليه يريدوها. اوكي واذا عمرك فوق ال 18 مثلا مثل حالتي، اوكي فوق ال 18
فبهي الحالة ما تحتاج أي وكالة أي شيء، بس إذا طابوا باسمك لازم تأخذ وكالة من، إذا مثلاً طابوا باسم أهلك راح تأخذ وكالة لازم من أهلك إنه هذا إنه مخوليك إنه تبيع وتشتري وتتصرف بالطابو بكيفك. أوكي، بالنسبة للطابو اللي مو مأجر، اللي مو مأجر معك داعي يأخذ هاي الورقة مال الإيجار نقول عليها، بس يأخذ الطابو، والطابو أكتف، والطابو نمرة تاج اسمه، نمرة تاج، نمرة تاج. طبعا هاي كل حالة لازم تأخذها، نسيت تذكرها بالحالة الأولى إنه تقديم بالإيجار هم لازم يرد لك النمرة تاج والطابو أكتف. هاي احفظوهن لسامي لان كل شيء راح تفيدكم، واذا عندكم اي اسئله فخلوها ياهن جوا بالكومنتات، واذا ما مشترك بالقناه فاشترك، واذا ما شغل الجرس فشغل الجرس، ودمتم سالمين ان شاء الله. ومن هنا راح راح اسوي لكم فيديوهات يعني مو هيك، اذا اكو شيء قانون جديد نزل من شنو اذكر لكم اياه. اوكي، فخليك متابع يا عزيزي وعساك ان شاء الله استفادت، واذا اي احد يقول لكم ها بفلوس يصير اي شغلات، هاي التزوير ما تزوير بعد ما تمشي. اوكي، ينطوك الموعد، ها هاي اهم نقطه، ينطوك الموعد مثلا بعد شهر، انت من هالشهر ما تروح تسوي وكاله لغيرك على ابوي، راح يقابل مكانك، هاي ما تمشي، هم مسوي لك المقابله عشان يتاكدون انه انت موجود. واذا دزوا لك مثلا دزتها بالبيت وقالوا لك اكو خطا او شو يسموه او رفض بالاقامه، يروح على الامنيات، فهم قصدهم انه انت تروح على الامنيات حتى يشوفوك انه انت بعدك موجود بتركيا، وراها باسبوعين تجيك الاقامه. هذه حالة التجديد فقط. اوكي، مال من جديد انه من الاول من الصفر، اقامة من الصفر، فموجودة بالفيديو السابق كان اسود ابيض باعتباره يعني من عبد الحليم حافظ قال قدم لكم. طبعا تاريخ اليوم 4/10/2018، فاذا شفته بعدين بعد سنتين ومتغيرة القوانين فانا مو مسؤول، هاي مال هالسنة هاي لحد الان يعني، لان هم الحكومة التركية مثل ما تدرون انه دائما يحدثون القوانين مالتهم، فخليك نتابع القوانين. وين تتابعها؟ فاكو قنوات اخبارية هواية هواية، واكو مواقع اخبارية هواية هواية، مثلا اكو ترك برس يعني مثلا، هاي موقع اخباري يجيب لك اخبار تركيا كلها. اوكي، فخليك متابع واحده من هالقنوات او المواقع او الصفحات حتى شنو تظل ابديتد يعني محدث ويا القوانين الجديده مال تركيا، فلازم يعني. اوكي، فلهنا راح انهي هذا الفيديو، والمره الثالثه اللي ما اشترك بالقناه تشترك، وان شاء الله الجرس، وخلي كومنت، واحبكم. كلمه مدفوعه للسامي. اوكي، باي باي.